لا. طب حكاية أم سعد ده الشيخة أم سعد دي جت لما رحت اسكندرية كلية الطب. أنا كنت حفظت القرآن وجودته في مطوبس، بلدنا مطوبس كفر الشيخ، وبعدين لما رحت اسكندرية عاوز أقرأ القراءات، بسمع القراء بيقرأ قراءات القراءات المختلفة. أي فسألت لغاية ما عثرت بالشيخة أم سعد وجوزها الشيخ محمد فريد نعمان، بقيت أروح لهم الصبح بعد الفجر، أصلي الفجر وأروح لهم أقرأ لمدة ساعة أيوة. وأطلع على الكلية. آه. فقريت القراءات المختلفة آه. على الشيخة أم سعد والشيخ محمد فريد نعمان. لكن هل هي كان ليها علاقة بشكل أو بآخر بالإجازة اللي حضرتك حصلت عليها؟ أيوة طبعا، خدت إجازة التلاوة منها، أيوة الإجازة اللي هي السلسلة أو السند من من منها سلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام.